السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشرحوا كيفاش كنخدموا في الموقع. الموقع كما كتشوفوا بسيط بزاف وسهل. أول حاجة كنعطيوك الموقع، كتدخل كتلقاه بحال هكا. أنت بالنسبة للناس اللي مشاركين معنا فالعرض صحاب الإس أن ألوغ بإكزومبل بحال الأناليز هزينا أناليز أن على جميع الموديلات بحال هكا صافي. ألوغ شوف معايا مزيان، كما كتشوف هاد الأناليز أن ماش مكون من 5 الخانات. الخانة الأولى وهي اللي مهمة، هي اللي تدي اي كونترول اون فيديو. هنا شنو كنديرو؟ كنهزو التمارين من اللي تديات وكنشرحوهم بالفيديو، وكنهزو التمارين من الامتحانات لي كونترول وكنحطوهم بالفيديو في هاد الخانة هذه. الخانة الثانية تلقى لي كور بالفيديو مرتبين مقادين. هاد لي كور راه كاين حتى في اليوتيوب في لاشين غراتويت. الوغ هنايا لقاو تديات بي دي اف، هنايا اي تي دي سيفتهم لنا غنحطوهم هنايا بي دي اف. تقدر تكتب فيهم سميتك ما كاينش مشكل، المهم تسيفط لنا تي دي مع التصحيح ديالهم غنحطوهم هنايا بي دي اف، لان هاد الخانه هادي تولي مهمه بزاف حيت يقرب ليكزام، لان الطالب كيحتاج لي تي ديات كوريجي تمارين كيحتاج، حيت كتضبط الماده مزيان كتحتاج التمارين بزاف يكونوا كيتشابهوا التمارين اللي حاط لك البروف في التيديات كتقلب عليهم. دونك ان شاء الله تلقاهم هنايا، لان هنايا تلقى جميع التيديات ديال الكليات ديال المغرب هتلقاهم هنايا. يعني هي حاجه صيفطوها كنحطوها هنايا، لان هاد البلاصه هادي كتعاون. داكشي علاش كنقول لكم ديما صيفطوا لنا التيديات بلي كوريجي ديالهم. هنايا هتلقى لي كور بي دي اف، هذا ما مهمش بزاف. هنايا كما العاده لي كونترول بي دي اف تاعهما، هتلقاو لي كونترول لي كوريجي ديالهم. ما عليناش، المهم في هادشي هو الخانة الأولى فيها لي تيدي لي كونترول فيديو. ألو كنبطاو عليها، عادي كتبط عليها كيخرجك الكود هنا، أنت كتكتب الكود اللي عطيناك شي سامبل أومو هانتا طاق طاق هانتا كتبتي أوكي صافي. هنايا شنو كتشوف؟ كتشوف أنه ما باين حتى فيديو، ولكن تسنى شوية غادي يبانو على حسب الكونيكسيون اللي عندك. ماشي ما يبان لك والو تجي تقولنا راه ما باينش، هي تسنى شويه راه غادي يبانوا لي فيديو ديالك صافي. خاصه الا خدمتي بورتابل راه غادي يتقالوا شويه. هاد لي فيديوهات راه ما يخدموش الا ما دخلتيش بالجيميل ديالك. دونك الجيميل اللي صيفطتيه لنا راه هو باش غادي يخدموا هاد لي فيديوهات. معليش كما كنشوفوا هكا، هادو كاملين تمارين وامتحانات كوريجي حاطينهم. كما كتشوف هنا لي نمبر غيال بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 اكسيتيرا. هنايا لي سويت ها هما محطوطين، هي لي فونكسيون دو ان فاريابل غيال. سي سامبلومون هادشي بسيط بزاف. بغيت تفرج عادي كتبطه هنايا، تقدر تبطه بعدا دونك تبطه هكا غادي يمشيك اليوتيوب وتفرج عادي هنايا ما كاينش مشكل. انت الوغ هنايا شنو كنديرو؟ هنايا باش تشوفها انت كتشوف التمرين حبسو بحال هكا، تسناو شويه. الوغ انت ما كما كتشوف هنايا هاد ليكزيرسيس كما كيتحط، نرجع شوي. ها هو ليكزيرسيس، ها هو السؤال الاول السؤال الثاني اكسيتيرا. كتقرا انت مزيان، كتحاول انك تخدمو، ثم اذا ما خدمتيش كتطرق للفيديو كتفرج له، ولا اون ديكتوم كتدخل الفيديو. المهم هكا كنخدمو، كنحطو ليكزيرسيس كتقيدو بعدا حتى في ورقه عاد كتخدم صافي. ماشي كتقرا، كتقيدو في ورقه عاد كتفرج لي فيديو وتكمل. سي سامبل هادشي اللي كاين. الوغ حنايا حتى هي لي فونكسيون لاش وصلنا في لي فونكسيون دو ان فاريابل ريال، حتى هي بحالها. ها نتايا ندخلو اكزومبل هاد التمرين هذا، كدخل هكا كيمشي لك هذا كيكون بريفي فهمتي. دونك هنايا نمشيو الاول نشوفو التمرين هكا، كنحبسو هنا الاول الفيديو. ها هي كما كتشوف التمرين كيتكون بجوج اسئله، انت كتقيدهم في ورقه دونك كتحاول انك تخدمهم، ثم كتشوف الفيديو التمرين ديالهم ما كاينش مشكل. الوغ غنحيدو هادشي. الوغ هنايا ماشي هاد التمارين حطي في اناليز ان صافي هادشي نحطو، لا راه كل سومين كنحطو تمارين، يعني كل لحظة تقدر تلقى تمارين تلقى فيديو. يعني فيما صورنا شي فيديو شي تمرين غنحطوه هنايا في هاد الباج هادي صافي. دونك نتايا كما كتشوف ها نتا سيتم وضع الفيديوهات الجديدة، يعني نتا غتسنى غادي يحطوك الفيديوهات الجديدة. حنا دابا حدينا في هاد البارتي هاديك التالية سي بيان ما عليناش. الوغ نرجعو الباج الاولى، دونك هنايا كيطلب لك حتى هو الكود نكتبو عادي اوكي. الوغ كي دير تصيفط لنا التمارين، كي دير تصيفط لنا التيديات. الوغ كما كتشوف هنايا هاد الخضره هادي هي فين تصيفط لنا التيديات، ها هي. الوغ كنبطاو عليها، ها هنايا تقدر تصيفط لنا التيديات، تكتب اي حاجه
هنايا كتبطأ على هذه هذه هنايا وكتمشي وكتصيفط. الوغ هنا عندك تمارين كتسيليكسيوني هادشي كامل هكا ودير اوكي ويمشي صافي صافي وغتصيفطو لنا هادي وصلنا في ميساج. هادي هنايا هادي راه كتكون شي مرة محلولة شي مرة مسدودة، دونك الا كانت مسدودة خلي واحدة تكون محلولة. فوقاش كتكون محلولة؟ الا كنا حنا اونلاين، الا كنا حنا اونلاين هادي غتبطأ عليها غتخدم، ما كناش اونلاين غتبطأ عليها تعطيك غادي يعطيوك تدخل الجيميل والسميه وكذا. انت حاول خليها يكونوا اونلاين، حنا راه كنكونوا تقريبا 24 ساعه 24 ساعه اونلاين. المهم انت تدخل حاول انك حتى نكونوا اونلاين وتبطأ وتخرج لك بحال هكا صافي اونلاين. انت راه حنا اونلاين دابا حيت ما كنكونش اونلاين خاصه بالليل، بالليل ديما كنكون اونلاين من 6 من 6 حتى ل 10 الليل كنكونوا ديما اونلاين. تما تقدر تصيفط لنا تيديات مع لي كوبيجي ديالهم هنايا، ما تصيفطهمناش في الواتساب، الواتساب كنديروا فيها غير عمليات الاشتراك. لي فيديوهات هتلقاهم حتى هما موصولين في الجيميل صافي، هتلقى لي فيديوهات ديالك حتى هما في الجيميل وهتلقاهم في الموقع هنايا. غير المهم انه حيت كتدخل الموقع وما كيخدمك شي فيديو كتصيفط لنا كتقول لنا هاد الفيديو راه ما دخلتوليش ما دخلتوليش المعلومات فيه صافي، وحنا كصافي كنحلوا المشكل. الوغ نتمنى لكم واحد التوفيق في الدراسة ديالكم، نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان يعني.